السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة كاريديليس. اليوم جبت لكم واحد الوصفة غزالة بزاف وسهلة ديال التحضير، ما فيهاش شي مكونات يعني كتيرين وغاليين. كنجيب لكم ديما شي حاجة زوينة وهذا وفي المستوى. مهم هي سميتها طبيعة شوية بشوية، يعني السكر سنيدة مع السكر بلاصي هو اللي كيعلمك يعني لونجك كيخليها حلقة، يعني إلا درتي غير واحد شوية هكا في الجيتي كتلقايها معيقة بحالا طايبة. اللي بغا يدير هاد الميغان يديرها كبيرة، يفرشها في البابيي كريزي يديرها مدورة كل الفرق، ولكن يطلع من المزيان يديرها كل الفرق. اللي ما بغاش يديرها انديفيدوال، كل واحد بديالو بالحلوة ديالو. انا درتهم انديفيدوال، درت هنا ثلاثة. هي راه غادي تنفخ حيت غادي ما فيهاش الخميره، ومع البيض ملي كيطلع كيولي كي بحال كيتفركع، كتولي بحال غريبه يعني مفقعه. هذاك غنحسبوا لها واحد الساعه في الفران درجه 160، مهم واحد ساعه تقريبا. غتقيسوها، يعني اللي عنده الفران ديال العافيه ما يديرهاش لانها غتحرق. كيخصها الفران ديال الفرفاره لان كتبرد وكتسخن، تبرد وتسخن حتى كطيب حتى تبقى بيضه، يعني ما كيتبدلش لونها. انا كان عندي الفران ديال العافيه، ولكن فيما كنت كنديرها كتحرق ليا لان فيها السكر بزاف. المهم منين كتغطيب هذوك القشيرات الفوقانيين مع الموغان كتكون سونسيبل، هذوك القشيرات الفوقانيين كلهم غادي يتحيدوا، خليهم لداخل. انا درت واحد لاغاناش ديال الشوكولا غوش ديال النوعيه الجيده 55%، درت كريم فريش في البان ماري ودرت معاه الشكلاط حتى دابوا بجوج وخليتهم بردوا، وعمرت بهم ديك الوسط ديال لا مورينغ. وكتعطيكم واحد التحليه رائعه وغزاله ما تشبعوش منها اصلا، لا مورينغ كتذوب في الفم. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش بلي لايك ديالكم، وبسلام عليكم.